يقال أن أحسن مصممي الأزياء بالعالم رجال، ويقال أن أحسن الطباخين في العالم هم كذلك رجال. بدر نجيب هو شاب إماراتي آمن بهذه المقولة ووضع نفسه في بداية الطريق الصحيح ليحقق حلم الطفولة ويصبح واحدا من أشهر الطباخين في العالم. لما لا وهو لا يزال في مقتبل العمر وشغفه بفنون الطبخ كبير منذ نعومة أظافره. اسمي بدر نجيب، عمري 16 سنة. حياكم الله في بيتنا. هوايتي هي الطبخ، وبديت من يوم ما كان عمري تقريبا 13 سنة. اللي شجعني هم عائلتي، خصوصا أمي. وايد كنت أساعدها في المطبخ قبل يوم كنت صغير، وايد كنت أحب أسرق في أفكارها، وكنت أقول أي شيء قاعد تطبخ كنت أقول إنه فكرتي. من يوم ما بديت أستكشف على الإنترنت عجبني الشيء أكثر وأكثر، فبديت أطور إلى ما حولت إلى بزنس، وعندي بزنس البيت اسمه فروستد. من هناك بديت وعرفت إن الزباين وايد كان يعجبهم الموضوع، فمن هناك بديت أبدأ بالأهل، بعدين شوي شوي بديت بين الأصدقاء، ومن هناك بديت في تويتر وثينكب جي سي سي وايد ساعدوني، ومن هناك بدوا الناس يساعدوني وبدوا يساعدوني ويطلبوا مني مثلا من كيكات الأعياد الميلاد، وصلت إلى كيكات الخطوبة وكيكات الأعراس، فمن هناك بديت أتطور أكثر وأكثر. قدوتي هو طباخ أمريكي وايد أتعلم من طبخاته، اسمه داف جولدمان. وايد كيكاتي أجيب منها إنسبريشن من كيكاته هو، بس طباخين إماراتيين للحين وايد ما شفتهم، فعشان تي أكون من أول طباخين إماراتيين اللي تخصص في المجال. ومثلا إذا الكيكة عن مثلا حفلة تخرج أو عن عرس، أنا سالفني تطلعوا في التلفزيون